حقوق مهضومة وواجبة مكفولة، شعار تبناه رياضي النخبة في الجزائر ليسمعوه ويرددوه بصوت مرتجف، وصل صداه مؤخرا للوزارة الوصية التي اعتزمت هذه المرة وضع آلية تسمح لهذه الفئة بإيجاد مناصب شغل على مستوى مختلف الإدارات العمومية أو الاستفادة من تكوين في قطاع الشباب والرياضة. تشريف نخبة الجزائر في هذا المجال لألوان العلم بحصدهم للمعدن في كل محفل رغم الظروف المزرية ونقص الإمكانات، أزمة كورونا واقتراب موعد موقعات طوكيو، معطيات تؤكد على ضرورة تهيئة الظروف لضمان الاستعداد الجيد والبداية بتحسين الأوضاع المالية، التربصات التحضيرية وحتى التهيئة النفسية لتصبح المطالبة بالميداليات الذهبية الفضية أو حتى البرونزية في المحافل الدولية حق مشروع يكفله القانون. الالتفاف حول هذه الفئة والعناية بها بات الوسيلة الأنسب لاستعادة بريق اسم الجزائر في المحافل الدولية وحتى الوطنية بعد أن خفت في الآونة الأخيرة.